وجودنا طبعا في الغرب، بدايتنا في الغرب، لوجود مؤسسات وشركات إنتاج وكل الوردات، مصنع صناعة الموسيقى الآلية أو لأي فنان أسهل في أوروبا، كان تواجدنا في باريس. انطلاقتنا من باريس طبعا فرجتنا للعالم أكبر بطريقة أهم، بطريقة أفضل وأوسع. معرفة العالم العربي لإلنا من خلال العالم الغربي. وأبدا مش مزبوط إنه ما في جمهور لهيك موسيقى أبدا، وهذا من آخر تجربة من آخر سنتين. إحنا تواجدنا في آخر سنتين في أكثر من مهرجان ومن أهم المهرجانات في العالم العربي، وصدقيني عبينا قاعات كتير أهم من أكبر نجوم العالم العربي غناء. المشكلة مش في الجمهور أبدا أبدا أبدا، المشكلة في صناعة الفن، المشكلة في المنتجين، المشكلة في التلفزيونات اللي بتسعى إنها تلمع النجم اللي بتغني اللي بغني، ومش المشكلة في الجمهور. بضغط الهوية على الثقافة، وأقصد بتحرر المبدع من هذا الضغط، هو فقط إدراك ذاك الضغط. أنا لا أطمح أن أتحرر نهائيا، أول أطمح أن أتحرر أكيد، لأنه هدفنا مش أن نقاوم إلى مدى الحياة، هدفنا أن نتحرر. ولكن من شروط الإبداع على الأقل، على الأقل أن ندرك ذاك الضغط، أو أن لا نتاجر في الهوية من أجل الإبداع، لأنه ما حيكون في إبداع. رحيل درويش أثر علينا كثير، وعشان هيك عملنا عمل في ظل الكلام اللي هو صوت محمود درويش. رحل عنا جسديا، ولكن الذكريات بقيت، بقيت كلمات محمود درويش، بقي شعر محمود درويش، وصوت محمود درويش الذي سيرافقنا وسيبقى يرافقنا في حفلاتنا. اليوم محمود درويش بالنسبة لي موجود معنا في موازين. لا، لن نعزف مع شاعر آخر وفاء للصديق، ليس فقط للشاعر محمود درويش. احنا منوجه تحية ايضا لعازف الايقاع اللي معانا يوسف حبيش، لانه احنا تريو اسمنا ثلاثي كاخوة جبران، ولكن معانا عازف ايقاع رائع جدا اسمه يوسف حبيش من شمال فلسطين. تعاوننا مع كثير من الفنانين، وبنذكر منهن ايضا ظافر يوسف من تونس اللي منوجه له تحية. ان شاء الله، ليش لا، نتمنى. مع مين يعني؟ من مش ضروري أسماء، ممكن يكون أي حدا من الوسط الثقافي القديم الفولكلوري التقليدي، مش شرط تكون أسماء مشهورة. منوجه له تحية، وأنا اليوم راح أقول على المسرح نعزي الراحل عازف العود الكبير سعيد الشرايبي. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تضلكم تتابعونا وين ما كنا، من فلسطين للعالم العربي للعالم الغربي. منحبكم وأهلا وسهلا فيكم. شكراً.